هلا وسهلا. وصفتنا اليوم قطعة لحم مشوية ومغرقة بصوص زبدة وثوم، والطبق الفاخر هذا راح يقفل لك 47 جرام بروتين من احتياجك اليومي، وبنقدمه مع طبق جانبي وهو عبارة عن فرايز محضرة بالقلاية الهوائية ومعها توابل خاصة بنكهة إكليل الجبل. وبحكم أن طبخ اللحم راح يكون سريع جدا، فهو راح يكون آخر شيء في هالوصفة، عشان أول ما نخلصه نخش عليه مباشرة بدون ما ننتظر أي شيء ثاني يطبخ. فخلونا نبدأ أول شيء بالبطاطس، وعندي هنا ثلاث بطاطسات بحجم متوسط، راح ندخل فيها شوكة بهالشكل وبنبدأ نقشرها، وممكن تقطعونها مباشرة بدون ما تقشرونها. وبعد كذا بنحتاج نقطع البطاطس لأحجام متقاربة، وعندي هالآلة أعشقها لتقطيع الفرايز، سهلة وعملية، وإذا أنت تحب الفرايز فضروري تكون عندك، بحط لكم الرابط حقها تحت في الوصف للي حاب يطلبها. بنقطع البطاطس بهالشكل وبننقل الزبدية على جنب، وفي قدر عميق بنصب موية حارة، ومن ثم بننزل البطاطس فيها وبنعطيه رشة ملح بتساعده يتملح من جوا، وبنسلقه لمدة 5 إلى 7 دقائق، والشي بيخلي البطاطس يلين من جوا، ومن ثم بنقليه ونخليه كريسبي، وبنصفيه من الموية وبنبدأ ننشفه بمناديل ورقية، وضروري يكون البطاطس وصل لدرجة حرارة الغرفة ومعاد صار يطلع بخار، لأن البخار يعني موية، والموية بتخلي البطاطس ما يصير كريسبي لما نحطه في القلاية الهوائية. وفيما البطاطس قاعد يبرد، تعالوا نجهز خلطة التوابل. فأول شيء بنحتاج إكليل جبل، يفضل أنكم تستعملون الطازج، ولكن ما في مشكلة لو عندكم مجفف بس. بنمسكه مع الطرف ومن ثم بنسحبه بهالشكل، وبيطلع لنا كل الأوراق اللي فيه، ومن ثم بنقطع الرأس. بننقل المحضر الطعام، ومن ثم بنضيف عليه ورق ميرامية طازج أو سيج، وحبة فلفل حار مجفف، بالإضافة إلى 3 فصوص ثوم، وبنضيف بعد كذا الملح، ومن ثم بشر ليمونة كاملة، وبنضربه في الخلاط كم دقيقة لحد ما تتجانس كل المكونات. والبهار هذا أنا أسويه بكميات كبيرة لأني أستعمله كبديل ملح وأحط على كل شيء تقريبا. وبعد كذا بننقل الحافظة، ولو سويته بكمية كبيرة زي اللي عندي هنا فحطوه في الثلاجة واستهلكوه خلال شهر كامل. بنرجع للبطاطس بعد ما برد، وبننقل الزبدية كبيرة، وبنحط فوقه شوي زيت، وبنمكسه زين لحد ما نخلي الزيت يغطي كل قطعة البطاطس، وبالتالي بيخلي التوابل تمسك فيها. وبعد كذا بنحط رشة كبيرة من توابل إكليل الجبل اللي سويناها، وبنمكسهم زين مرة ثانية، وبننقلها لسلة القلاية الهوائية وبنوزعها زين، وبنشغل عليها لمدة 20 إلى 25 دقيقة أو لحد ما تصير كريسبي وتتحمر زين، وبكذا صارت جاهزة. طيب الحين تعالوا نتكلم عن المين كورس، وهو قطع الستيك واختيار اللحم. في هالوصفة استخدمت فيلي بقري تندرلوين أو فيلي مينيون بحكم أنه أقل قطعة دهون في البقر، وكون دهونه قليلة يعني أن سعراته بعد أقل، ولكن ما في مشكلة لو تبون تستعملون السيرلوين في هالوصفة. نبغى نقطع الفيليه القطع تكون كبيرة شوي لأنها بتتقلص بعد الطبخ. أنا سويت تقريبا 3 قطع بالعرض وقطعة واحدة بالطول، وهذا الحجم اللي طلع عندي. بعد كذا بنحط عليها شوي زيت وبنقلبها زين لحد ما تتغطى كل القطع بالزيت، وبنبدأ نبهرها، وبنحط ملح وفلفل أسود وبودرة ثوم، وممكن بعد تستبدلون البهارات بتوابل إكليل الجبل اللي سويناها للبطاطس. بنقلبهم زين وبنحطهم على جنب فيما نجهز صوص الزبدة بالثوم. في زبدية خلط بنحط زبدة لايت وثوم مهروس ودبس رمان اختياري طبعا، وبابريكا مدخنة وورق إكليل جبل مفروم بالسكين، وبنمكسهم زين. وخلطة الزبدة بالثوم هذه قنبلة من النكهات. طيب تعالوا نطبخ ستيك. بنسخن مقلى على أعلى حرارة، ويفضل يكون مقلى يمسك الحرارة بشكل كويس زي الكاست آيرون. بنحط عليه شوي زيت وبنوزعه بهالشكل، ومن ثم بنبدأ ننزل قطع اللحم، وبنتركها لمدة 45 ثانية على وجهها الأول بدون ما نلمسها. هالخطوة بتخلي سطح اللحم يتحمر، وبالتالي بيعطينا نكهة الستيك المعروفة. وبعد كذا بنبدأ نقلبه لحد ما يوصل درجة الاستواء اللي نبغاها، وأنا بصراحة قلبت لمدة 45 ثانية فقط لأني أبغى نص استواء، وكونك تطبخ قطعة ستيك زي هذه لدرجة الاستواء الكاملة فشخصيا أنا أعتبرها جريمة، ولكن سوي اللي تبغى، ممكن تقلبه لمدة 2 دقيقة. عموما نقلت الستيك لصحن خارجي عشان أخليه ما عاد يتعرض لحرارة المقلى، وبعد كذا قللت الحرارة المنخفضة قبل ما أنزل تتبيلة الزبدة بالثوم. نزلت الزبدة وعلى طول بديت أحركها وهي تذوب، والطبقة اللي علقت تحت في المقلى من اللحم هذه فيها نكهات ممتازة جدا، لذلك وأنا أحرك الزبدة حاولت أني أحكها، وبعد ما بدأت تطلع ريحة الزبدة بالثوم رجعت أنزل اللحم في المقلى بكل العصارات اللي طلعت منه، وخلاص طفيت الحرارة الآن وقعدت أقلب اللحم لحد ما تغطى بالزبدة، ويا إلهي على شكل اللحم وريحته وهو مغرق بذا الصوص. وبما أن كل شيء جاهز من قبل فخلاص وقت التقديم. وزعت اللحم في الصحن وقدمت معه الفرايز بالإضافة إلى كاتشب لايت، وطبعا أي صوص لا يزال باقي في الصحن
تغرفه بالملعقة وتحطه فوق الستيك، وذا الوصفة فعليا تاكلها وتروح للعضل دايركت. اللحم طري ويذوب الفم، وهالشي منتهي من لأنه أصلا في ليه، بس الكلام فعليا هو على الصوص. الزبدة معطي اللحم عمق في نكهته، والبابريكا زايدة بعد من نكهة الشواء فيه، ودبس الرمان يكسر حدة الثوم. وبالنسبة للسعرات، فسعرات الوجبة كاملة هي 525 سعرة، والبروتين 47 جرام، والكربوهيدرات 31 جرام، وأما الدهون 24 جرام، والكمية اللي سويتها تكفي 3 حصص. أتمنى أن وصفة الستيك والفرايز أعجبتكم، ولو حابين وصفات ممتازة للدايت وتساعدكم تلتزمون بدون حرمان، فشيكوا على كتاب الطبخ حقي، بحط لكم الرابط تحت في الوصف. ولو حابين تعرفون كيف تسوون سندويتشات فهيت الدجاج، فشوفوا هذا المقطع.